بدأ أعضاء المؤتمر العام السابع لحركة فتح الفلسطينية اليوم السبت انتخاب لجنة مركزية جديدة ومجلس ثوري جديد وسط تنافس ما يقرب من 500 عضو على 97 مقعدا في الهيئتين. وتمثل اللجنة المركزية التي شهدت أول أيام انطلاق المؤتمر يوم الثلاثاء الماضي في رام الله إعادة انتخاب الرئيس محمود عباس رئيسا لحركة فتح وللسلطة الفلسطينية، وسيتم انتخاب 17 عضوا لها.